السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بشرح موقع يمكن أن يكون حل للعديد من الأشخاص في بيوتهم. أوكي؟ إذن سنقوم بشرح موقع رائع جدا به العديد من الحلول التي سترونها الآن. نذهب إلى محرك البحث Stand Solution. نضغط على Search. إذن تنبثق لنا هذه الصفحة ومن ثم نرى هنا الرابط الأول، نقوم بالضغط عليه. سيذهبنا مباشرة إلى هذا الموقع. إذن University of Illinois Extension. أوكي، إذن هذا الموقع يعني قامت بجامعة إلينوا وقامت بإنشاء جامعة إلينوا لكي يعني يحل مشاكل البقع. كما ترون إخواني أخواتي، فهناك العديد من البقع التي يعني العديد من الأشخاص عانوا من مثلا بقع يعني شحوم سيارات أو الإسفلت أو زيوت سيارات أو ما إلى ذلك، طماطم، حساء، شوكولاتة، أوكي، صوص، أوكي، إذن كوكا كولا. هنا تقريبا هذا الموقع في كل الحلول، يعني كل الحلول موجودة في هذا الموقع الرائع. سنقوم بالنزول قليلا إلى الأسفل. انظر انظر إخواني، هناك العديد والعديد من يعني البقع، حلول للبقع. إذن نضغط على سبيل المثال على أوتوموبيل جريس، يعني شحوم السيارات. وكما ترون إخواني، فإن الموقع لا يدعم سوى اللغة الإنجليزية. إذن نحن ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ نضغط على جوجل إكستنشن ثم نضغط على Traduction Page، وسيقوم بترجمة هذا الموقع إلى اللغة العربية لكي نفهم معنى الكتابة الموجودة في هذا الموقع. إذن شحم السيارات، هنا يعطيك مثل يعني عناوين: عالج البقع في أسرع وقت ممكن بعد تلطيخها، كلما كبرت البقعة زادت صعوبة إزالتها. هذه بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها إذا مثلا وتسخت ملابسك بالبقع. يجب تطبيق جميع طرق إزالة البقع قبل غسل الملابس القابلة للغسيل. يكاد يكون من المستحيل إزالة البقع التي تم غسلها وتجفيفها. أوكي؟ إذن بالنسبة للأقمشة قابلة للغسل، هنا النوعان بالنسبة للأقمشة، وهنا يعطيك في بعض الحالات يعني السجاد وما إلى ذلك. فهنا على ما أظن أقمشة قابلة للغسل فقط. ما سوف تحتاجه هو مزيل بقع الغسيل، معالج مسبقا، منظف سائل شديد التحمل، مبيض الكرول أو مبيض أكسجين، مذيب للتنظيف الجاف، مناشف ورقية ماسة. إذن هنا يعطيك خطوات التنظيف إخواني أخواتي، هنا عبارة عن 3 خطوات لكي تقوم بإزالة هذه البقعة نهائيا من ملابسك. نقوم بالعودة إخواني. إذن على سبيل المثال لدينا مثلا باربيكيو صوص، فهذه يعني العديد من الأشخاص يتعرضون لهذه المواقف، مثلا تتسخ ملابسهم بباربيكيو صوص. نقوم بالترجمة. إذن صلصة الشواء، هذه نفسها التي قرأناها فيما سبق. ما سوف تحتاجه هو منظف فقط. وبالنسبة لخطوات: امجز ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق مع 2 كوب من الماء البارد، باستخدام قطعة قماش بيضاء نظيفة قم بإسفنج البقعة بمحلول منظف. يعني أنتم تعلمون أن جوجل ليس لديه الترجمة 100%، مثلا هنا قم بالإسفنج البقعة بمحلول منظف، يعني المعنى هو قم يعني بتنظيف البقعة بالمحلول المنظف وبالإسفنج. إذن حتى يمتص السائل، كرر الخطوة 3 مرات أو مرتين حتى تختفي البقعة.
جفيف المكان بالإسفنجة وما إلى ذلك. إذن صراحة موقع تستطيعون أن يعني أي أحد فيكم يستطيع أن يحتاجه، لأن يعني كل شخص فينا يتعرض للبقع. كذلك مثال بالنسبة للشوكولاتة، بالنسبة للكاتشوب، بالنسبة للكوفي، أوكي، بالنسبة للعسل وما إلى ذلك، بالنسبة للأدوية، مزيلات العرق، أبيض البيض، أصفر البيض، مكياج، أوكي. إذن سأدع لكم أن تكتشفوا المزيد حول هذا الموقع العجيب. إذن إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس الرمادي ليصلك جديد القناة. إذا أردت موضوع فيما يخص الويب أو تطبيقات الهواتف، فكل ما عليكم إخواني أخواتي هو أن تكتبوا لي أسفل التعليقات. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء في فيديو قريب إن شاء الله.